الفن التشكيلي الممثل بيعمل كل يعني بيعمل نفسه لوحة، بيعمل نفسه قصيدة، بيعمل نفسه أغنية. لا معلش أنا ماليش دعوة بالفنانين، أنا بعيد عن الفنانين يا أخويا، ربنا يكرمك. المسلسل ما هوش بلطجة، للأسف الناس خدته بالمعنى ده اللي هي شافت القشور الأول الفؤانية. النهارده بقى معرض مسلسل لوحه فن تشكيلي، عمق الفن التشكيلي ده بيسيب اثر جواك ولا ايه الاخبار؟ اكيد، لان هو الفن عموما ما بينفصلش عن بعضه، الفن كله هو واحد. وبعدين الفن التشكيلي الممثل بيعمل كل يعني بيعمل نفسه لوحه، بيعمل نفسه قصيده، بيعمل نفسه اغنيه، كل ده هو بيستوعبه داخله وبيهضمه وبعدين بيطلعه في صورة تمثيل. يعني لو نبص هنا حوالينا أي فيزيكال، أي وضع فيزيكال حوالينا هنا أنا بستخدمه وأنا بشتغل في يعني بيبقى في حاجات لازم أقتبسها من الشكل ده، يعني أما بحط إيدي كده أو أعمل كده أو بتاع، ده كله بيتاخد في لقطة أو في لحظة هو حاططها الفنان في الصورة، أنا بستخدمها في قدام الكاميرا. كل الفنانين عندهم ثقافة حضرتك اللي هو انه يقدر يستوحي حتى من لوحات الحياة حاجات دي شخصية قدم بيها الورق. لا معلش انا ماليش دعوة بالفنانين، انا بعيد عن الفنانين يا اخويا، ربنا يكرمك. ملوك الجدعانة دور حلو جدا ورد فعل ممتاز، كلمنا كده عنه كمان و ناس يعني حطت المسلسل ما بين نقطة اللي هو برضو بلطجة وناس لا ما هو إنساني. أنت شايف المسلسل كان أنهي اتجاه بيه؟ المسلسل ما هوش بلطجة، للأسف الناس خدته بالمعنى ده اللي هي شافت القشور الأول الفؤانية، لكن أنت ما شفتش العمق بتاع المسلسل. بالإضافة إن هم ما اعرفش هم حاولوا يعني المسلسل اساسا كان اسمه عش الدبابير، وانا كنت مستهجن جدا كلمه ملوك الجدعنه. انا فوجئت ان هم يعني احنا تعرف احنا صورنا المسلسل ده في بيروت، فانا نزلت اجازه ورجعت لقيتهم مغيرين الاسم ومسمينه ملوك الجدعنه. عش الدبابير كان اوقع على المسلسل، لان ايه الولدين دول اولا هم مش بلطجيه، هم اولاد على قد حالهم بيشتغلوا على عربية اللي بيقولوا عليها ايه التمناية دي، واخد بالك، وبيسترزقوا منها. وكل اهل الحارة دي كل واحد حتى امهم بتسترزق، يعني هي قاعدة على عربية كبدة، كل واحد ليه وظيفة، ما هوش بلطجي بمعنى ان هو عايش عوالة على الناس او فردة كده او في خناقات. لكن العيال دي وقعت في عش ضبابير بالصدفة البحتة، هي اللي جلبت عليهم الخراب وجلبته على الحارة كلها، بما بكل سكان الحارة اتأذوا بسبب البتاع. فده المعنى اللي كنا لازم يوصل. وبعدين احنا لا قدمنا بلطجة، يعني حتى لما عملوا خناقة عملوها فانتازيا، ما فيش حد فيهم اتخبط برصاصة تشك تك 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 ومش عارف ايه، كان شكلها كلها كأنك بتعمل مستعراض، ما هوش خناقة بلطجية بجد. وحتى لما قدمنا ما قدمناش الأغاني المهرجانات، يعني أحمد سعد كل يوم بيفوت في الآخر الأغنية اللي خدتها مصطفى الدجوي برضو متغاز، يالا إيه؟ أغنية مصطفى الدجوي بتاعت متغاز في الآخر هي اللي كانت الفينالة بتاع المسلسل. والله أنا ما أعرفش بقى متغاز، والله أنا ما شفته، يعني انا للامانه ما شفتوش، لكن انا بتكلم على اساس ان انت ما تيجي تقول لي ان احنا قدمنا ده. الاغنيه بتاعت احمد سعد دي كانت طبعا يعني مكسره الدنيا. انا كنت في مرسى علم في الاوتيل اللي انا نزلته، كانوا كل ما يلاقوني في حته يشغلوها لي. والله العظيم فيعني وتقدمت بشكل حتى الفانتازيا او الكوميدي اللي احنا قدمناه من خلال الخطوبه فوصل للناس. لكن ما تقوليش بقى بتاع وبلطجة، احنا مش يعني ما عملناش البلطجة المقصودة بالبلطجة اللي احنا شفناها في حاجات تانية كتير. يعني ما بترحمش انت حد على فيسبوك ان شاء الله؟ ليه؟ يعني حلو الروح اللي انت عاملها، بتقلش على اي حاجة وعلى اي حد ان شاء الله. انا
على نفسك. ما بلاقيش حد يقلش عليه. لا بس انا انا افتكرت خدتها في جنب تاني. لا ان انا ما برحمش اي حد في الحق غير القلش. لا احنا بنهزر مع بعض كل والعلمك والعلمك انا بتحذر كل شويه بسبب القلش ده. يعني انا لسه محظوظ لحد دلوقتي على صفحتي ثلاث مرات ورا بعض شهر شهر شهر. ما بيفهموش يعني هم مبرمجين الكمبيوتر عندهم. يعني بقول له واحد صديق بينزل عليه قلت له حاجه اضربك وارجع تاني. فلا جه فصلني شهر. الله يتشى. هي كلمه اضربك دي بقت عنده وبتاع حاجه مش عارف ايه. يعني مارك فاضلنا ايه مارك ده متقيل اصلا مارك رزن ده رزن يعني ويظهر والدوه في الخصومات ولا ايه مش عارف كده. بس موضوع العالم الافتراضي ده والموضوع يتنقل تلاقي هيلوجرام ايه الجو. بص انا بالنسبه للعالم الافتراضي وبتاع ده انا كسبت منه قوي صداقات. صداقات حلوه قوي وصداقات بقت يعني داخليا يعني بقت قريبه قوي وبقينا نتزاور وبتاع وحاجات كده. لكن مش كل العالم الافتراضي لا خالص خالص. يعني ربنا يديك الصحه والعافيه دايما بس بتمر بازمات صحيه بتلاقي مين جنبك بصراحه؟ ب ب بلاقي مين جنبي؟ الحبايب كله يعني. وبعدين انا ما بمرش بازمات صحيه زي اللي بيكتبوها عني في الجرايد يا اخوانا. انا مبهدلني في الجرايد يقول له صلوا من اجله. ودخلت عملت عمليه جراحيه في سبتمبر اللي فات. فحد من المواقع الاخباريه دي مش عارف اسمهم ايه كلموا على تليفوني فبنتي ردت. فبيقولوا لها ايه الاخبار وكده. قالت لا هو خلاص خلص العمليه كويس. هم بيفوقوه بجوه بيفوقوه من البنك وهيجيبوه لنا على طول. بس دخل عنايه مركزه وصلوا. لو كده تبقوا تكوا الشريط بس احسن احنا عرق جامد قوي. بس فقال لك صلوا من اجله وبتاع وحاجات كده. وبعدين طلعوا خبر الوفاه بعد كده ودخلوني الاول انتنسيف كير وبعدين طلعوا خبر الوفاه. يعني حاجه غريبه جدا بيستظرفوا دمه. بس ده حلو بالنسبه لي. ليه بقى؟ لاني اكتشفت محبه الناس ليا. فده شيء جميل يعني ده شيء حلو قوي انك تكتشف. بس اللي بيزعلك ان في ناس بتتخض بجد عليك خصوصا اللي بعاد. يعني لقيت تليفونات جايه من المغرب من السعوديه من بيروت مش عارف منين ايه يا اخوانا المانيا ليه ده كله؟ ليه ده كل الناس يعني هم روزله في الحته دي. بس ده فيك متزوجون صديقك ده لا سمير غانم حد تقول ايه واكتر حاجه كان في تواصل مستمر كمان معاه في الايام الاخيره؟ يعني هو الايام الاخيره لا ما كانش فيه طبعا تواصل. لكن كان فيه تواصل مع دلال الله يرحمه لان كنت انا وهي في ملوك الجدعانه مع بعض. قعدنا حوالي 5 أشهر في بيروت مع بعض. فكان يعني كان كان احنا رجعنا عشان نفتكر ايام ما كنا مش في المتزوجون بقى ايام ما كنا في اخويا هارس وانالايز. يعني احنا قعدنا مع بعض يعني في المتزوجون انا كنت معاهم قعدت سنه حوالي او سنه ونص. لكن في اخويا سوبرلايز كنا قعدنا 6 سنين بنعرض يوميا. فده فكرنا بالايام الخوالي زي ما بيقولوا. اصبح مشهد نهايه يعني مشهد ملوك الجدعانه النهايه لدلال عبد العزيز هو ده يعني اخر مشهد في حياتها وبالتالي اخر مشهد الناس ربطت ده ما بين ده قوي. ف تصورك عن ده لان هو ده اخر حاجه شافوها الدلال. وسبحان الله احنا يعني انا من اما شفت المشهد انا يعني من قبل ما نعرف انها مريضه او حاجه انا اتقبضت حقيقي. حسيت ان ده حقيقي. ده كان صعب قوي بس كان جميل جدا جدا. ربنا يرحمها ويغفر لهم هي وسمير وكل الحبايب اللي راحوا في اليومين اللي فاتوا دول. الفترة اللي جاية بقى الفترة اللي جاية ان شاء الله. والله انا بيتعرض لي حاجة دلوقتي اسمها ويبقى الاثر في مسلسل الا انا ده عامل عكس بقى ملوك الجدعنة. عامل راجل شرير جدا رذيل جدا بيتدخل في حياة احفاده. ابنه توفى
فبيتدخل في حياة أحفاده ومرات ابنه بشكل أجريسيف. وبعدين دخل بعد كده عندي فيلم بتاع العيل بتاع أحمد حلمي ومحمد شاكر خضير إخراجه. وعندي فيلم تاني، عندي مسلسل بتاع الدور الأخير ده بتاع حسين المنباوي، دول اللي دخلوا. بس احنا لسه بنصور في إلا أنا، وإحنا بنعرض كمان على الهواء. والله أنا عايز أول كرسي أقعد عليه، لأن أنا خلاص من الحر ابتديت. ربنا يخليك يا حبيبي، الله يكرمك.